واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. من مواقعتي ما تورط فيه كثير من الناس محاولة للكسب السريع في هذا الزمان عن طريق ترويج المخدرات، يفسدون على الناس دينهم، فليتقوا الله ربهم. ولذلك عوملوا كما هو معلوم، وقد صدرت به الفتاوى العظيمة المحكمة بالقتل، لأنها حرابة، ولأنه قطع لطريق الجنة وتدمير للمجتمع المسلم. فمروج المخدرات حقه القتل على يد ولي الأمر، لا أن تبسط أيدي الناس في دماء الناس وفي أجسامهم، ولكن حده شرعا أنه قاطع طريق، أنه محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما صدرت بذلك الفتاوى من اللجنة الدائمة ومن هيئة كبار العلماء. يدمرون على الناس طاقاتهم، يستلبون أموالهم، ويدمرون على الأمة إسلامها ودينها، حتى تصير مجموعة من المهازيل لا تستطيع دفاعا، فضلا عن أن تقوم بمسؤولية. فاتقوا الله والتفتوا إلى الشباب، حذروهم من هذا الأمر العظيم. ومن كان له ولد تورط في هذا فلا يعامل مثل هذا بالتعنيف، وإنما يعامل بوسائله. قد يحتاج إلى تقليل النسبة الدائرة في الدماء، فهذا أمر آخر، فلتسلك له مسالكه مع تخويفه وإنذاره وترهيبه وترغيبه والدعاء له وحياطته وإبعاده عن قرناء السوء. أسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين أجمعين من المخدرات والزنا والفواحش كلها، وأن يمسكهم الكتاب المجيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم ربانيين محافظين على دينهم وأعراضهم وأرضهم الإسلامية، يدافعون عنها.